الحب حلو لكنه وحده ما بيكفي ابدا لتستمر العلاقه. اللي بيخلي العلاقات تستمر هو الامان اولا، الامان والثقه انه هالشخص ما راح يتخلى عنك، ما راح يبيعك كرمال حد افضل بنظره، ما راح يستغلك. الامان اعلى مرتبه بكتير من الحب، والامان الحقيقي هو برب العالمين اولا واخيرا. اما امان البشر فانت وحظك.